السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب دايما وفي أتم حال. النهاردة حانت اللحظة الحاسمة، النهاردة هنعلن عن أسامي الأربعة الفائزين معانا في المسابقة اللي احنا عملناها بجوائز التليفونات. وطبعا أنا عارف إن في ناس كتير جدا مستنية الإعلان دوت، وناس كتير طلبت في الكومنتات بتاعتها إمتى إعلان الفائزين إمتى إعلان الفائزين. احنا بس كنا مأجلينه شوية لان كان عندنا ظروف كده وبنجمع في احصائيات وبتاع والكلام ده. بس احنا النهاردة عشان ما نظلمش حد وحد ما يتظلمش، وناس كتيرة ممكن تقولك لا ده انتوا مش عارف عاملين ايه وبتاع، لا احنا هنعمل قرعة قدامكو دلوقتي قدامكو. نختار معاكو الاربعة الفايزين اللي هيكسبوا. بس هنكتب كل الاسامي الناس اللي معلقة وهنعملها قرعة ونختار منها اربعة بس، هيبقوا طبعا سعداء الحظ معانا اللي هم هيكسبوا ان شاء الله. خليكم معانا طبعا لاخر الفيديو عشان تشوفوا كل واحد مين اللي كسب بالظبط باذن الله. ركزوا طبعا في الفيديو كويس قوي وما تجروش الفيديو علشان برضو ما نقولش اسم واسم تاني يتبقى والكلام ده. كل الناس تتفرج على الفيديو كده بهدوء للاخر، وكل الناس وطبعا الناس اللي مش هتفوز معانا في مسابقات كتير قوي جايه الفتره الجايه، وان شاء الله كل الناس اللي بتحبنا وبتدعمنا وبتعلق لنا واللي بتعمل لنا لايك يكسبوا معانا ان شاء الله. وزي ما انتم شايفين يا جماعه اهو بصوا ده الفيديو بتاع المسابقه اهو، 20000 جنيه وهنفتحها قدامكم دلوقتي زي ما انتم شايفين اهو. ده الفيديو بتاع المسابقه، فاحنا دلوقتي ايه طلعنا كل التعليقات وكل الناس اللي معلقه على الفيديو. هنكتب كل واحد في ورقه، كل اسم هنكتبه في ورقه وهنطبقها وهنحطها في الطبق اللي قدامكم ده. وشمس هتختار اتنين وكنزي هتختار اتنين. تمام، برضه هوريكم الورق، برضه الورق متقطع اهو، احنا مقطعينه اهو، الورق ما فيهوش اي حاجه، الورق ابيض، يعني لا في ورقه متعلمه ولا بتاع ولا الكلام ده كله. كل حاجه هتبقى قدامكم بشفافيه ووضوح. وريهم وش وضهر علشان اهو الورق اهو، الورق قدامكم اهو، كل حاجه قدامكم هتبقى بشفافيه ووضوح. التليفونات برضه اهي يا جماعه، التليفونات اهي، التليفونات اهي. فعشان ايه بس كده ايه نصلي على النبي كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا. بس يا جماعه عايزين بس قبل ما نبدا كده ونكتب اسامي القرعه، في بس حاجه مهمه اقولها لكم. طبعا المسابقه في ناس هيكسبوا معانا وفي ناس مش هيكسبوا معانا، فالناس اللي مش هتكسب معانا دي ما يزعلوش، لان باذن الله احنا في مسابقات تانية هنعملها وان شاء الله تكونوا فايزين معانا. واحنا طول ما ربنا بيدينا وبيرزقنا احنا برضو ايه هنكافئكم وهنعمل لكم مسابقات ونديكم برضو ايه هدايا باذن الله. مفيش زعل طبعا، اكيد ان شاء الله الناس تانية لها حظ تاني، وهي مسألة حظوظ، وهم شمس وكنز هم اللي هيختاروا قدامكم، ولا هنجري الفيديو ولا هننقي في الورق، هي هتبقى يا جماعة بالحظ. والناس طبعا اللي هتكسب معانا نحب نقول لها يعني ألف مبروك. والناس طبعا اللي مش هتكسب حظ سعيد ان شاء الله المرة الجاية، وان شاء الله كل الناس تبقى فايزة معنا الفترة الجاية ان شاء الله. كل فترة هنعمل مسابقة شكل بحاجات تانية احسن برضو من الموبايلات. يعني يلا نسمي الله كده ونقول اول اسم معلق معنا. يلا اكتبي كده عندك راضي ششتاوي. ثواني، لا اكتبي بالطول، اكتبي بالطول كده. اول اسم معنا راضي ششتاوي. طبق كويس بس حط في بتاعنا. تاني اسم معانا رشا نجم. يا جماعه احنا دلوقتي بنقول اسامي الناس اللي معلقه على الفيديو مش اسامي الناس اللي هتكسب. هنكتبهم كلهم، كل اسم معانا لاخر الفيديو. كل واحد اسمه هيتكتب في ورقه ويتحط قدامكم من اهو، وبعد كده هنختار اربع ورقات من بشكل عشوائي. على فكره برضو يعني معلش يا اسامه عايزه اقول حاجه برضو عشان الناس ايه ما تزعلش، في ناس ما شافتش اصلا الفيديو للاخر، وده بيبان عندنا في الفيديوهات عشان تبقوا عارفين. يعني مع ان انت تسرع الفيديو او تشوف دقيقه او دقيقتين الفيديو دي مش مشاهده، دي بيبان عندنا في الاحصائيات. يعني ديت مش مشاهده اصلا، عشان كده هو ده السبب اللي خلانا ناجل فوز الناس. وانا كنت بقول لاسامه الغيها، هو قال لي لا علشان برضو الناس ما تزعلش مننا، رغم ان ما حدش كلكم عارفين ومتاكدين، ناس معينه وقليله قوي هي اللي شافت الفيديو، وانتوا عارفين كده كويس. كل اللي شاف الفيديو دخل عمل لايك عليه وكتب تعليق ومشي،
ما كملش دقيقتين. ماشي يا اسلام يلا، عشان بس الناس تبقى فاهمه ان احنا فاهمين. يلا تالت حد معانا، زهرة الربيع. زهرة الربيع دي يا جماعة بكرر تاني، احنا بنكتب اسامي الناس اللي معلقة مش اسامي الناس الفايزة، عشان محدش بس يسمع اسمه يقول انا كسبت. تالت اسم معانا جميلة مرسي. جميلة مرسي رابع اسم ابو ريماس. ابو ريماس ابو ريماس اسم اللي بعده، بس بقفلها كويس عشان الورق كله يبقى ايه متطبق شبه بعضه. الاسم اللي بعده فاطمه سليم. هات انا هطبق وانت تكتب. الاسم اللي بعده محمد علاء. كريم سعيد. راضي ششتاوي. استني كده احنا كتبنا راضي ششتاوي قبل كده؟ لا كتبنا راضي، اول اسم كتبناه. كتبنا راضي ششتاوي مرة. راضي ششتاوي. وبعدين صاصة فيديو. صاصة فيديو. سالم محمد. سالم سالم محمد. تمام. مين تاني؟ علي احمد. شهد. شهد بس. عمرو مصطفى. عمرو مصطفى ده المطرب ولا ايه؟ مطرب ولا ملحن؟ عمر حسن. عمر حسن. احمد ساسة. ساسة. احمد ساسة. ماشي. زهرة الرحمن. احنا كتبناها؟ لا احنا زهرة الربيع. زهرة الرحمن. ساسو جد. ساسو جد. ام بلال هشام. تاني دي مش دي الناس اللي كذب، دي الناس احنا بنجمع كل الناس اللي علقت على الفيديو يا جماعة ولسه هنختار. حسن عتيبي. شادي مسعود اسماعيل. علي زيدان. بعدين شهد 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 احنا كتبنا شهد مر. عمرو مصطفى كتبنا مر. شهد 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 شهد. جنة القرآن. وبعدين شاهد 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 تاني. ما تفكروش ان احنا بنجري ناس، لا انا بقول لكم الناس اللي معلقه كذا مره فمش هنكتبها كذا مره يعني. وبعدين اسراء سيد. ماشي يلا اكتب انت. اسراء سيد. اسمه ايه ده؟ شازد خان. شهزد خان. اكتبي خان. خان اكتبي خان وخلاص. ده اكيد مش مصري ده. الله اعلم بقى يمكن برضه حظه. الله اعلم. لا مش قصدي يعني بتكلم على محمد حياتم. محمد حياتم. صلاح السعدني. ايه ده الممثل؟ يوميات عصفورة. يوميات عصفور.
ميار ممدوح. ميار ممدوح. نور عيني. فتحي أبو ليلى. هبة عبد الله. فاطمة سليم. هو فعلا هيبقى سعيد الحظ. هيبقى سعيد الحظ فعلا. بين فاطمة سليم مرة. الله. فاطمة سليم مرة؟ عايزين ورق. الورق خلص يا جماعة. من ضمن كل الحاجات دي تخيلوا بقى أربعة بس اللي ياخدوا يعني. الورق كله خلص؟ هاتي ورق يا كنز. هو مش فاضل غير حد واحد بس. شمد أسامة. شمد. طب عايزين ورقة يا كنز. هاتي ورقة. شمد أسامة. كده احنا كتبنا كل الاسامي الناس اللي معلقة معانا. خلصنا القرعة يا جماعة كلها. الورق كله موجود هنا. اسامي الناس كلها اللي معلقة في البتاع على الفيديو. كل واحد باسمه مكتوب هنا. دلوقتي حانت اللحظة الحاسمة. اللحظة الحاسمة. هنبدأ بكنزي. كنزي هتختار اول واحد فايز معانا في الفيديو. مستعدة يا كنزي؟ انا متحمس. مستعدة؟ استنى. انا هختار اول جايزة. ولا اقول لك شمس اللي اختار اول جايزة. يعني مثلا دلوقتي كنزي هتسحب واحد هيفوز. عايزاه يفوز بقى انهي تليفون من دول؟ هو من الاول بقى على حسب سعر التليفون يعني اول واحد. لا خليه بشكل عشوائي كده وخلاص. خليه بشكل عشوائي. انتم موافقين ان يبقى الفوز بشكل عشوائي الفوز بص انا مسهل لكم كل حاجه للتليفونات. انا مسهل لكم. انا والله قلت عشان ما حدش يزعل قلت هاخد الناس اللي معلقه على الفيديو كله ما بصيتش لفيديوهات تانية. فدلوقتي رغم ان انتم ما شفتوش الفيديوهات اصلا. لا الناس بتحبنا ان شاء الله. لا انا بنبه عليهم عشان بس يبقوا عارفين ان احنا بنبقى عارفين مين اللي شاف الفيديو ومين اللي ما شافوش وده بيظهر. فيلا توكلنا على الله. دلوقتي كنزي هتاخد ورقه عشان تشوف مين اللي فايز معانا اول واحد. عايزاه يفوز بانهي تليفون؟ يعني اول فايز معانا هيفوز بايه؟ ده 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 تمام. جالاكسي A72. اول واحد هيفوز معانا هيبقى كسبان معانا تليفون جالاكسي A72. يلا يا كنزي اختاري اول ورقه. لا بصي اعملي ورقة دوت كده كده وشقلبيه. ارفعيه لفوق دوت ونزليه كله تاني. استنى يلا بسم الله. لا استنى بص للناس. حطي ايدك وغمضي عينك. غمضي عينك الاول. ده هاتي. خان خالد. مين اسمه؟ خان اسمه هو شهد خان حاجه خان يعني. المهم الف 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 مبروك يا خان. وان شاء الله انت الفايز الاول معانا بسامسونج الجالاكسي A72. الف 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 مبروك. ودايما كده ان شاء الله تكون فايز معانا. يلا كده في جنب كده خلاص. تمام. شمس تختاري تاني واحد هيفوز معانا. كنزي تاني واحد عايز يفوز بايه؟ عشان بس لو حنا عليك هتكسر ده. ريدمي نوت 9 برو. شاومي ريدمي نو. ريدمي نوت 9 برو. يلا يا شمس اختاري ورقه. كويس. فعل فوق نزلي تاني. حطي ورقه هنا. كويس. يلا اختاري ورقه. يا ترى مين سعيد الحظ؟ مين تاني سعيد الحظ؟ مين جميلة مرسي. جميلة مرسي الف الف مبروك يا جميلة. جميلة مرسي يا جماعة الورق احنا مش معلمينه بأي حاجة. الورق كله زي بعضه. جميلة مرسي الف الف مبروك يا جميلة. كسبتي معانا شاومي نوت 9 برو.
الف الف مبروك، وربنا يجعله قدم خير عليك ان شاء الله يعني. ان شاء الله. اخترت لك ازاي؟ اه برافو. هي اللي اختارت لك يا جميل. خدي شيلي جميله وشيلي التليفون. ماشي ماشي اهو. دلوقتي المتسابق الثالث مين هيكون سعيد الحظ معانا في المتسابق الثالث؟ كنزي طبعا هي اللي كنزي هي اللي هتختار الاسم. كنزي هي اللي هتختار الاسم وشمس تختار التليفون. احنا بقى احنا اللي هنختار التليفون، هم اختاروا ورقه واحنا نختار التليفون. عادي. هبدا بيك انت يلا. المتسابق الثالث تحبي يكسب ايه؟ السامسونج ولا التابلت؟ تمام خلينا في السامسونج. السامسونج؟ اه. ماشي. الفايز الثالث معانا يا جماعه سامسونج نوت 9، لا سامسونج نوت 5، جالاكسي سامسونج نوت 5. يلا يا كنزي قلبي الورق وطلعي اسم. يلا كنز طلعت عادت لكم على السفره وربعت. يلا غمضي عينك. انا هخليك حظك حلو من بره بس لما تطلع. مين؟ استنى. شمد اسامه. شمد اسامه. شمد اسامه. الف الف احنا الف اصلا مش عارفين الاسم يا جماعه. معرفش الاسم ايه يعني، بس هو مكتوب كده في التعليقات. شمد اسامه. ألف ألف مبروك يا شمد، أنت كسبتي معانا سامسونج جالاكسي نوت 5. شفتي؟ ألف ألف مبروك وإن شاء الله يجعلوا أدم الخير عليك. أنا اللي اخترت لك التليفون. قولي لي أنا اللي اخترت لك التليفون. يلا خدي شمد وأسامة في جنب. أنا اللي اخترت على فكرة. أنت؟ أنا اللي اخترت. أنا اللي اخترت التليفون. طيب آخر واحد معانا يا جماعة طبعا أنا اللي هختار، هيفوز بالتابلت، ما هو مفيش غيره خلاص يعني. هيفوز بالتابلت. وآخر واحد معانا لا يختاره شمس. يا ترى مين؟ يا ترى. قلب كويس قلب كويس. يلا مستنياك مستنياك اللي هتكتب. مفيش تليفونات. مين؟ مين يا ترى؟ مين اللي هيكسب؟ فاطمة سليم. فاطمة سليم. رابع واحد كسب معانا يا جماعة فاطمة سليم. دي طبعا كانت اخر واحده هتكسب معانا النهارده رابع متسابق معانا كده. الف مبروك يا فاطمه سليم، انت اللي كسبتي معانا التابلت لينوفو، وان شاء الله يكون يعني ادم الخير عليك ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كده يا جماعه الاربع فايزين كسبوا معانا خلاص، وزي ما انتم شايفين اقسم بالله القرعه اهيت، وكتبنا كل الاسامي اللي معلقه. قول تاني الاسامي علشان ايه؟ قول الاسامي تاني. ماشي يبقى كده يا جماعه اللي كسب معانا فاطمة سليم، جميلة مرسي، وخان، وشمد أسامة. تمام. ألف ألف مبروك للناس اللي كسبت معانا، وإن شاء الله الناس اللي ما كسبتش المرة دي تكسب معانا المرة الجاية. إحنا مش عايزين حد يزعل، إحنا زي ما قلنا وريناها لكم، عملنا القرعة قدامكم وكتبنا أسامي الناس اللي معلقة كلها على الفيديو، وكل واحد باسمه في الورقة، واخترنا الورق قدامكم بشكل عشوائي، فإحنا مش عايزين حد يزعل مننا. لو ما كسبتوش وان شاء الله اللي ما كسبش في المسابقه دي، في مسابقات كتيره هنعملها ان شاء الله، ويكون حد اقول لهم الاول. يلا اللي كسب الف مبروك، واللي ما كسبش يعني في الحظ المره الجايه يعني. احنا هنعمل مسابقات كتير واحنا عايزين نكسب كل الناس، بس هو الحظ. بس هو الحظ. لهم حاجه. طبعا انا بقول الف 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 مبروك للي كسب، وطبعا الحظ المره الجايه للي ما كسبش، وفي مسابقات وتحديات كتير ان شاء الله. ومع السلامه. المهم يا جماعه احنا دلوقتي ازاي الناس هتتواصل معانا؟ بص في الكاميرا انت وهي لسه مخلصناه. انا نص والله. المهم يا جماعه دلوقتي احنا هنكتب الايميل في الديسكريبشن بتاع الفيديو تحت عشان الناس اللي كسبت معانا تتواصل معانا وتبعت لنا عناوينها على الايميل، عشان نبعت لها الحاجه دي تشحن وتستلم الجوائز بتاعتها. وتستلم الجوائز بتاعتها، هم بس هيكتبوا العنوان واحنا هنبعت الحاجه دي تشحن يعني. عن طريق شركه شحن، وان شاء الله توصل لكم باذن ولحد هنا ان شاء الله الفيديو بتاعنا يكون خلص، ونتمنى يعني محدش يكون زعلان مننا، ورب نكون اسعدناكم يعني، وان شاء الله اللي ما كسبش يكسب معانا في الفيديو. عايزه اقول حاجه ان احنا عندنا صفحه على الفيسبوك يا جماعه، كل الناس تدخل تعمل لها لايك وتتابعنا هناك برضو. بننزل فيديوهات كتير هناك، وهنطلع لايف هناك، وهنكسب ناس مباشر بإذن كل الله. الناس تتابعنا يوميات اسامه وميرفت، دي صفحه الفيس بتاعتنا ان شاء الله.
بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. يلا باي.